أهلا وسهلا بك عزيزتي المشاهدة. اليوم راح نسوي خبز الطحينة، هذا اللي دا تشوفيه أمامك. تعالي وياي هسه أشوف لك المقادير والمواد المطلوبة وطريقة العمل. الوصفتنا لهذا اليوم خبز الطحينة، راح نحتاج 5 كواب طحين، 3 أسمر و2 أبيض، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، احتاج ملعقة ونصف حبة السودا، طعام ونصف ونصف حبة السودا، احتاج حبة الحلوى ايضا ملعقة وملعقة طعام. نحتاج نصف كوب زيت الزيتون. راح اخلي هذه المواد واخلطها، هاي نصف كوب زيت الزيتون، اخلط هذه المواد وبعدين اضيف لها الخميرة والماء. بعد ما خلطت هذه المواد مع بعضها راح اضيف ملعقتين صغيرة من الخميرة، هذا الكيس يحتوي على ملعقتين صغيرة من الخميرة الجافة، أضيف لها 2.5 كوب ماء وأعجنها. بعد ما أعجنها راح أتركها ترتاح لمدة نصف ساعة إلى أن ما أجهز باقي المواد المطلوبة. عزيزتي بعد ما اختمرت عندي العجينة قسمتها بهذا الشكل، خليتها ترتاح. أثناء هذا الوقت أنا حضرت الخلطة اللي راح أحشي بيها المعجنات الخبز الطحينة. عندي هنا كوب من الطحينة زائدا نصف كوب من دبس التمر ونصف كوب من زبدة الفول السوداني. إذا أنت تحبين تخلي لها هيل فهذا اختياري، انا راح اخليها ملعقة صغيرة او ملعقة كوب هيل فيها المعجنات. هسه راح ابدي افتح اول عجينة، اخذ من اللي بديت اول واحدة سويتها، هذه ادهن شوية السطح عندي بالزيت، اخذ اول واحدة اخذ اول قطعة افتحها، عندي النوع الثاني من النشابة ايضا استطيع ان استخدمه. هسه راح ابدي ادهنها بهذا الخليط اللي عندي، بعدين ابرم اخلي النشابة هالشكل عليها، ابرمها بعدها ارفع النشابة واوقفها بهذا الشكل واسحب العجينة كلها تحت بهاي الطريقة. أعدلها أشيلها وأحطها هنا أخليها ترتاح. طبعا عندي هذه أخير وحدة حابة أصورها معاكم حتى تشوفون آخر شيء. هذا الخبز هو بناء على طلب من صديقة، خبز الطحينة وخبز العروق، هو العروق او طلب بناء على طلب من صديقة دا اسوي هذا النوعين من الخبز. طبعا هذا الخبز مشهورين بالموصل وشمال العراق، اكثر
اكثر شيء هم هذول المشهورين بهذا النوع من المعجنات والخبز. من الصينيه الاولانيه وغلفتها بالنايلون او قطعه قماش وشغلت الفرن، يعني خليت الصينيه ترتاح، المعجنات ترتاح بالصينيه، شغلت الفرن درجه حراره 180. هسه من انتهي بس ترتاح عندي العجاين راح اخليها بالفرن. حاولي انه تلفين، يعني تسحبين وتلفين، سحب ولف، سحب ولف بهذه الطريقة. بعدين اخر شيء عدليها هالشكل بايدك. بعدين وقفيها هالشكل خشبة واسحبيها كلها تحت هاي الطريقة وعدليها بإيدك. تحية قرص دائري، خليها بالصينية إلى أن ما ترتاح. طبعا ارتاحت عندي اول صينية من هذه المعجنات اللي سويتها، خبز الطحينة. السمسم اختياري، اذا انت تحبين ترشيها بالسمسم فهذا اختياري، انا راح اخليلها شوية سمسم واخليها بالفرن درجة حرارة 180 تقريبا، تبقى بالفرن بين النص ساعة وثلاثة اربعة ساعة حسب نوع الفرن وحرارته. هي تبين يعني تنضج عندش تحمر تشوفيها، طلعها من الفرن. عزيزتي هو هذا الشكل النهائي والأخير للخبز الطحينة اللي سويته اليوم. أتمنى تعجبك هذه الوصفة وتجربيها، طبعا خبز لذيذ جدا، تستطيعين تقدميه مع الشاي أو القهوة أو للفطور، تقدرين تقدمي وجبة سهلة وسريعة. أتمنى تعجبك هذه الوصفة وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.